فيلم عصابات فيلم طويل أول ديالي قدمناه في مهرجان كان في مسابقة أن سارتان روغار في نفزنا بجائزة لجنة التحكيم. كان أول عرض هذا الفيلم في المغرب في مهرجان مراكش في نفزنا أيضا بجائزة لجنة التحكيم. واليوم غنقدموه هنا لافون بروميير هنا في مدينة الدار البيضاء. فيلم كما تتعرفوا تصور في الأحياء الشعبية ديال الدار البيضاء مع ممثلين ولاد المدينة القديمة ولاد الدار السلطان ولاد الشعب اللي ما كانش عندهم واحد التكوين ولا واحد التجربة في السينما. وحاولنا نبني واحد القصة اللي كاين واحد النقطة وثائقية في الفيلم، ولكن هذا الفيلم سي ان تريلور، ان فيلم نوار، ان فيلم دو جور. ونتمنوا الجمهور المغربي يجي يشوف بعينه هذا المشروع هذا. احنا بعدا الطاقم التقني والممثلين كاملين خدمنا بقلبنا، صورنا في الدار البيضاء اللي تنعرفوا كاملين، ونتمنى هاد لوثنتيسيتي تبان في ليكرو. الدور ديالي في الفيلم انا الاب ديال ايوب عصام، في الفيلم عصام وانا سميتي حسن. الدور ديالي هو واحد الانسان فقير ما عندوش، ما كيصورش الصرف اللي كيقدو. هو مني جاني واحد قال لي ودي وراه عندي واحد المشكل وهكذا وهادي وطمعك بالفلوس، يعني مشيت زعما قضيت معاه، ولكن مني درنا قضينا معاه الشغل طحنا في المشكل. الرساله ديالي للشباب والدراري اللي طالعين ما يطيحوش بحال هذا الموقع بحال هذا اللي درت هذا الفيلم، لا ما يكونش طامع في الفلوس ويقول لي شي واحد قضي معايا شي حاجه اللي خطيره وممنوعه ومشي ديرها. الدور ديالي في العصابات كان هو الغول، واحد رابر ولد الشعب اللي عنده شعبيه في الدروبه وهذا. وكان هذاك الدور عندي بحال دينامو اللي غادي يقلب الفيلم، اللي غادي نكون انايا الصديق ديال البطل، وغادي يجي عندي باش نعتقو ونلقى ليه شي حل على هذاك المشكل اللي واقع ليه. والتجربه ديالي في الفيلم كانت عجبتني بزاف، مع خدمت مع كمال الزرق، الطريقه ديال الخدمه ديالو جديده، وكان قريب من الممثل بزاف وقريب من الحياه الشخصيه ديالنا قبل الكاستينغ ولا في الكاستينغ. وانا كيحصل لي الشرف اني خدمت في هذا العمل هذا، وخدا جائزه ديال كان وجائزه ديال مهرجان مراكش. هو فيلم ديال الاحياء الشعبيه، كيهضر على هو فيه جوج قصص، فهمتي جوج قصص، وكان مقربنا بزاف ديال الاحداث اللي كيوقعوا في الاحياء الشعبيه. هو حدث صغيور اللي كدوز ما بين العصر حتى الفجر ديال هذا. وانا كنقول للناس يجيو يتفرجوا في العصابات راه غادي يعجبهم.